السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. بإذن الله هذا الفيديو غادي نتكلموا على رياكت جي اس، دونك غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نتعلموا رياكت جي اس. غادي نشوفوا الطرق المهمة اللي خاصنا نتبعوا، وشنو هما لي بري ركي بيان بري ريكويرمنت باش نقدروا ان شاء الله بإذن الله نتعلموا رياكت جي اس. الوغ كيف كتعرفوا رياكت جي اس فريم ورك دو جافا سكريبت، وبيان هو سي با فريم ورك يعني بهذا المعنى، مي ايتون ليبريري، واحد المكتبه كرياتها لنا فيسبوك. الوغ هذه المكتبه هذه كتساعد على لا كرياسيون دي كومبوننت، يعني لي كومبونون ويب. دونك تو سامبلومون كتخدم رياكت جي اس في الفرونت اند، دونك كنخدموا برياكت جي اس في الفرونت اند دونك باش نكرييو لي زابليكاسيون ويب تو سامبلومون. الو دابا الناس اللي كيبغيو يتعلموا رياكت جي اس كيلقاو صعوبه اكبر في تعلم رياكت جي اس، سورتو الناس اللي يلاه كينتقلوا من جافا سكريبت لان فريم ورك او بيان ليبراري. الو في هذا لا فيديو غادي نتعرفوا على بزاف ديال الطرق، وغادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله شنو هما الحوايج اللي خصنا نقراو في رياكت جي اس، وكيفاش خصنا نتعلموا رياكت جي اس. الو على بركه الله. دونك اول حاجه ما كيناش ابروندر كويكلي وبيان ايزي وبيان يعني فاست، يعني ما نقدروش نتعلموا شي حاجه بسرعه وشي حاجه بسهوله وشي حاجه يعني كويكلي، تو سامبلومون نقز لي زيتاب. الوغ لابرونتيساج كيكون يعني با ا با، نيفو ا نيفو، يعني غنبدا بالنيفو يعني شويه يعني نقدروا نقولوا في متناول الجميع، نيفو متوسط الى ادفانسد. دونك الناس اللي كيقول لك بلي راه كاينه شي حاجه ايزي، دونك ما كاينش شي حاجه ايزي تو سامبلومون، كاينين يعني درجات فقط. دونك كل حاجه وشنو فيها الصعوبه ديالها. الوغ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان لابرونتيساج ديال شي تكنولوجي كيكون تو سامبلومون يعني بالاكتشاف ديالو وكنتعرفوا عليه. دونك بالنسبه لي ديفلوبور تو سامبلومون عندهم هاد لا كوريوزيتي، دونك خاصهم يكونوا كوريو لي باش يكتشفوا بزاف ديال لي فريم ورك، باش يكتشفوا بزاف ديال لي تكنولوجي. الا ما كانوش كوريو تو سامبلومون راه ما يقدروش يوصلوا لواحد لو نيفو اللي يخليهم يعني تو سامبلومون يقدروا يحققوا داكشي اللي بغاو، وسورتو في لا بروغراماسيون. الوغ هاد لي دو بوين يعني نقدر نقول لك اللي خاص اي واحد يعني سواء بغيتي تتعلم رياكت ولا تتعلم اي فريم ورك ولا اي تكنولوجي كيف ما بغات تكون، ولا اي اسبي خاص يعني بالانفورماتيك خاصو يكون الانسان يعني اجور افيك لي تكنولوجي لي توندونس اي حاجه متعلقه بلو دومين. الوغ تو سامبلومون كيف قلنا رياكت جي اس فريم ورك مطلوب بزاف في سوق الشغل، وهاد النقطه هذه اساسيه، ولكن خاص الواحد يعرف كيفاش يتعامل معها. الا ما تعاملش معها بواحد الحس ذكائي ما غاديش يوصل هذاك لو بوين وبين هذاك لوبجيكتيف المحدد اللي خاص يكون عند اي واحد، يعني نقدر نقولوا اي مطور وصل لواحد ليتاب يعني واحد لو نيفو، نقدر نقولوا لو نيفو بوس. الوغ دونك تو سامبلومون غادي نشوفوا حنا شنو الحوايج اللي غادي نتعلموا وشنو هما الحوايج اللي خاصنا باش نتعلموا. دونك على بركه الله. دونك عندنا تو واي، سواء تستعملوا رياكت ويد تايب سكريبت عارفينها تو سامبلومون راه هي لو لونغاج تيبي ديال الجافا سكريبت اللي كيخدم افيك انغولار، راه غادي يفهم تايب سكريبت. الوغ نقدروا نخدموا حتى رياكت بتايب سكريبت وبيان نخدموا افيك جافا سكريبت. دونك عندنا دو ميثود وبيان دو واي وبيان دو سونس، دونك تو سامبلومون تو واي دو سونس باش نقدروا يعني نمشيو في المسار ديال رياكت جي اس. الوغ اللي كيفهم تايب سكريبت راه يقدر يليه ويخدم مع رياكت جي اس، كيفهم جافا سكريبت لا ميم شوز، بين قوسين الا انت ما كنتيش كتفهم جافا سكريبت ما غاديش تفهم تايب سكريبت. ما تنقش المراحل من تايب يعني من باي اكزومبل بسودو كود لتايب سكريبت، دونك تو سامبلومون غادي تكون فهمتي جافا سكريبت عيد ستيل تايب سكريبت. الوغ هذه نقطه اساسيه. دونك عندنا رياكت ويد تايب سكريبت، رياكت ويد
جافا سكريبت، هادو جوج ديال يعني ليسونس. تو سامبلومون عندنا لا ميثود ديال ليتيليزاسيون ديالاش ديال ريداكس. ريداكس باش نقدروا يعني ديجا شرحت في واحد لو لايف يعني الراود ماب ديال ان ديفلوبر فول ستاك شنو خاصو يعرف، وتكلمت على ريداكس. الو بالنسبه لريداكس هو عباره عن بوبولار ستيت مانجمنت. ستيت مانجمنت نقدروا نديروها بلوزيور ميثود. بالنسبه لي بادي يعني ديبيتون يعني باقي لابدا، غادي يتعامل جوست افيك الدوم تو سامبلومون باش يقدر يكريي هاد ستيت مانجمنت. ريداكس يعني بلوز افونسي، و كل ما صعدنا المراحل كل ما سهلت القضيه. كل ما بدينا بشي حاجه بيزيك كتكون الامور شويه كومبلكس. الو عندنا رياكت ويد ريداكس. دونك ريداكس هو عباره عن بوبولار ستيت مانجمنت ليبراري. الو هاد البوبولار ستيت مانجمنت ليبراري فور جافا سكريبت. دونك تو سامبلومون سي بور جافا سكريبت. الو نقدروا نستعملوا هاد لا ميثود، وبيان نقدروا نستعملوا يعني لي ميثود اللي عارفينهم بيزيك. عندنا اوسي نقدروا نقراو React with Gatsby.js. Gatsby.js هو عبارة عن مكتبة اللي كتخليك أنك تكريي دي سيت ويب اون بو دير يعني ستاتيكمون، عندهم واحد تومبليت يعني ابروبري. دونك بالنسبة للفريلانسر كيخدموا بزاف بالGatsby. ألوغ Gatsby.js حتى هو تو سامبلومون ليبراري يعني بوبولار في هذا الوقت هذا tout simplement في هذا recent time. donc هي كيف قلت solution pour la création des sites web statiques. donc tout simplement utiliser يعني fréquemment par les freelancers. وصراحة كنصح أن أي واحد ما كنهضرش على الفريلانسر، أي واحد باغي يتعلم شي تكنولوجي يبدا يعني نيفو باغ نيفو ستيب باي ستيب. إلا بديتي يعني بجي من الأخر نقدر نقول لك بحال غير كتنقز المراحل وفي الأخر ما فاهم والو، غير كتروبون غير كتخربق. دونك تو سامبلومون الناس اللي غادي يتفرجوا في هذا لا فيديو غادي يفهموا بزاف ديال الامور اللي كانوا ما فاهميناش قبل. الو غنكملوا. دونك الجاتسبي جي اس نقدر نقول لك مرحله متوسطه ليست متقدمه يعني بواحد الشكل هائل. غادي تربط يعني نتايا ريكويست ديالك وبيان لي روكيت ديالك افيك الجراف كيو ال. جراف كيو ال عنده واحد السانتاكس، خصك تكون ديجا قاري جراف كيو ال باش تقدر يعني كيف كنقولوا كونسيوم وبيان كونسومي دوك لي زابي اي ديالك. دونك تو سامبلومون يعني مرحله متوسطه شيئا. الوغ هو يعني سريع فاست يعني بواحد الطريقه، لانك كتكري واحد تومبليت ستاتيك وكتاجوتي هذوك لي ديبوندونس اللي باغي نتايا. دونك هو خاص بالفريلانسر، نقدر نقولوا بيومون خاص بالفريلانسر. مي تقدر تخدم به حتى نتايا الا كنتي نتا باغي تصوب شي بروجي سوا مع ليكول ديالك سوا مع بروجي بيرسونيل ولا كيف ما بغيتي. الو ندوزو دابا لي بري روكي. دونك تو سامبلومون لي بري روكي باردون اون ديال رياكت جي اس خصنا نعرفوهم ومهمين، ماشي نبداو ديريكتومون بالفريم ورك. هادي كنقولها دائما في لي فيديو ديالي، ما خاصش الواحد ينقز لي زيتاب. دونك هذه قاعده اساسيه، بغينا نبداو رياكت جي اس خصنا نكونوا عارفين جافا سكريبت. الا ما كناش عارفين جافا سكريبت حنا راه غير كنخربقوا بهذا المصطلح، غير كنتعداو على لو دومين تو سامبلومون. دونك جافا سكريبت شنو خصنا نعرفوا فيها بالاساس؟ الو خصنا نعرفوا تو سامبلومون جافا سكريبت بيزك دوم بوم جافا سكريبت ليي افيك ويب ستوريج وجافا سكريبت اكما يعني اكما سكريبت بعضه. دونك اكما سكريبت 5 6 7 8 تو سامبلومون راها غادي تعطيني لا بوسيبيليتي باش ندوز للرياكت جي اس. دونك شنو هما يعني بزاف ديال الامور اللي خاصني يكون ديجا تريتيشن في جافا سكريبت. دونك عندي الفانكشنز ار فيرست كلاس سيتيزن ان جافا سكريبت. دونك تو سامبلومون الفانكشنز لي فونكسيون خصني يكون ديجا تريتيتهم، لي كول بوكس فانكشن يعني ارو فانكشن، بزاف ديال لي تريتمون. دونك راه كاينين بزاف ديال لي ميثود في لي فونكسيون خصني نعرف نكون كنتريتيهم كاملين اون جافا سكريبت.
دونك عندي اوسي يعني لي بايند لي ابلاي لي كول حتى هما لي سكوب الكلوجر عندي الاوبجكت ميثودز اراي ميثودز الماب ميثودز يعني كيفاش ندير مابين كيفاش ندير البوك اللوبس اوسي ما نساوش لي ايفنت دونك لي ايفنت راه ديجا غادي تفهم منهم لو برينسيپ باش تقدر تابليكي كيف قلنا على الستيت مانجمنت ديالك انسي دو سويت دونك لي ايفنت بولدن ما نساوش حاجه مهمه ريغولار اكسبريشن لي ريغولار لي اكسبريشن ريغولار دونك ريغولار اكسبريشنز دونك هاد لي اكسبريشن ريغولار مهمين سورتو باش نقدروا مثلا ما نديروا مانجمنت لي فايل ديالنا ولا aussi traiter شي exception خاصه بشي بروغرام ainsi de suite دونك هادشي مهم جدا عندي aussi error handling تاعي باش يعني نجيري لي زيرور ديالي اي تو سامبلومون كيفاش نستعمل الهوستين ميمورايزين دونك هادشي لي avec le web ou bien aussi حتى الويب ستوريج يعني الميمورايزين دونك هادشي خاص يكون عندك ديجا باش تقدر تبدا رياكت جاهز الوغ كيفاش نفرق ما بين رياكت و جيكويري جيكويري حتى هي مكتبة رياكت مكتبة جيكويري نقدر نابليكيها على يعني بروجي ستاتيك يعني دي فايل ستاتيك تو سامبلومون سي بوسيبل اوسي رياكت سي بوسيبل جوست باش يعني نقدر تو سامبلومون نمشي للاش تي ام ال نمشي للسكريبت ديالي ونأجوتي لي سي دي ان ديال دونك سي بوسيبل يوتيليزي لي دو React and jQuery. نمشي تو سامبلومون يعني لو بروجي ديالي ونأجوتي يعني لي ليبراري CDN. دونك تو سامبلومون React from Facebook jQuery راه ديجا لي ليبراري كاين تو سامبلومون. ولكن React JS كيخدم افيك البابل دونك وكيخدم بواحد ليكستنسيون JSX اللي كيف قلنا سي اكستنسيون دو XML. jQuery جوست دي فونكسيون. دي فونكسيون يعني اميليوري اون جافا سكريبت يعني ما كاينش فرق كبير بزاف مي نقدروا نخدموا جيكويري دون رياكت جي اس هذه بوسيبل اوسي مي ما نقدروش نخدموا رياكت جي اس دون جيكويري دونك هنا فين كاين الفرق الوغ علاش خاصني نقرا رياكت واي اي شود ليرن رياكت علاش خاصني نقرا رياكت اول حاجه رياكت جي اس فريم ورك اللي غادي يعلمك كيفاش تتعامل مع لي كومبوننت ويب كيفاش تكري دي كومبوننت سيباري كيفاش تماناجي لي ستيت ديالك كيفاش تتعامل مع لي زابي اي كيفاش اوسي جيري يعني لي زيرور الهاندلين ايرورز اوسي كيفاش تمانيبولي اون باج ويب وتستعمل راوتين وتستعمل لي زيكستنسيون لي بوسيبل دونك هنا كنهضر تكنيكمون الوغ نمشيو يعني فيغ لو سونس دونتربرونيا او بيان لو سونس ديال الخدمه والشغل و انسي دو سويت رياكت جي اس مهم جدا لماذا علاش لان كاينين دي جوب بغيان خدامي خاصك تكون انت فرونت اند كتستعمل يعني كتكونسومي لي زابي اي او بيان لي ريست ابي ما بقاش داكشي ديال السواب والاكس ام ال وهذا يعني دير واحد المجهود يعني فائق باش تقدر نتايا تصوب لي زابي ديالك دونك تو سامبلومون كتقدر يعني تهوستي دوك لي زابي ديالك سواء تستعملهم بنود جي اس فاير بيز انسي دو سويت ولا باج ويب كتكون سموت وكتكون يعني عندها واحد لو لوك ديفيرون على لي باج ويب اللي كتستعمل نتايا سواء ب اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت جوست جافا سكريبت يعني فانيلا بيان ناتيف دونك رياكت جي اس لو ديفلوبور فرونت اند رياكت جي اس عنده لا بوسيبيليتي اوسي حتى اوغمونتي لو نيفو ديالو ويمشي لرياكت ناتيف ويكريي لي زابليكاسيون موبيل دونك ما غاديش نطرقوا الاندرويد ولا كرياسيون يعني غادي نمشيو لجافا ونتاكلو بزاف ديال الامور جوست لا كونسوماسيون ديال لي زابي اي ديالي ولو تريتمون فاش في الفرونت اند دونك كتولي المهمه سهله وانت او ميم طون كتطور النيفو ديالك غتولي تقرا النيكست جي اس غتولي تقرا الجاتسبي جي اس الجراف كيو ال الابولو غتقرا بزاف ديال لي فريم ورك بزاف ديال لي ليبراري وانت غادي كتطور النيفو ديالك
او ميم طون غاتولي تكري حتى لي زابليكاسيون ليي مع شي حاجه روبوست، مثلا الانتيليجون ارتيفيسيال، مثلا ماشين ليرنين، ديب ليرنين، تقدر ميم تكري اون انترفاس يعني روبوتكس ود رياكت جي اس. انا كنعرف ديجا دي جون لي كرياو يعني دي زابليكاسيون ليي كاينين في الروبو، يعني باغ اكزومبل عندك روبو عنده واحد الانترفاس كريي برياكت جي اس وبلي فريم ورك لي افونسي، يعني شي حاجه لي انورم هربانه بزاف. دونك تو سامبلومون كاين بزاف ديال يعني لي نيفو لي يقدر او بيان لي سونس لي يقدروا يخلوا ان ديفلوبر فرونت اند يعني متسلح، وكاع لي زونتربريز غادي يعيطوا ليه. كنتي كتعرف غير الاتش تي ام ال جي اس جافا سكريبت سي بون، نقولوش لك ما مزيانش، مي خصك تطور لو نيفو ديالك وتمشي فيغ لو سونس ديال لي فريم ورك لي انهم غادي يساعدوك بزاف باش تولي ان ديفلوبر ويب. دونك نهضروا تو سامبلومون توتالمون على لي ديفلوبر ويب. الوغ نكملوا يعني لا فيديو ديالنا ونتكلموا على بزاف ديال الامور. دونك الرياكت جي اس غتمشي اول حاجه كوم بيغينر شنو غادي ندير باش نمشي نقرا رياكت جي اس؟ غادي تقرا الدوكيومونطاسيون ديال رياكت جي اس، تقراها تفليها مزيان، تشوف شنو مطلوب، شنو كيفاش هادوك يعني لي زيكزامبل دايرين انسي دو سويت. ابري غتبع شي توتوريال ولا تقرا شي كتاب وتفهمو مزيان، خصك غير تكون عندك مع الانجليش، تقرا سواء من تيتو سواء من كتاب تو سامبلومون وتابليكي يعني باغ لا براتيك. ما كان حنا ما كنقراو شي حاجه تيوريك، شي حاجه براتيك يعني لا ما براتيكيتيش راه ما غاديش تفهم تو سامبلومون. وتكري واحد البورتفوليو ديالك وغادي دير فيه لي زابليكاسيون يعني دو نيفو، الابليكاسيون الاولى اللي غادي تكون خاصه باللي ديبيوتون، اي الابليكاسيون الثانيه خاصه بالانترميديير يعني الناس اللي متوسطين، ولا ابليكاسيون افونسي انسي دو سويت. وتبع هادي كاين بزاف ديال الدورات في يوتيوب وفي يوديمي، سواء حتى ما يكونش حتى ما عندكش الفلوس باش تخلص يوديمي، راه ديجا كاينين يعني دي فيديو كراكي جوست غادي تقلب عليهم في جوجل، مثلا تشوف شي دوره كاينه في يوديمي دايره الفلوس غادي تقلب عليها في جوجل تلقاها في دي سيت وتيليشارجيها فايل زيب فايل صافي، وانت غادي تفرج في دوك الفيديوهات ديالك وتتبع ايطاب باغ ايطاب، غادي تفهم يعني لو كونسيبت وتقدر عاوتاني تلقى دورات بالدارجه، دورات بالعربيه، المهم انت الاستيعاب ديالك كنتي كتفهم بالدارجه قرب بالدارجه، كنتي كتفهم بالانجلي قرب بالانجلي، تفهم بالفرنسيه قرب بالفرنسيه، واخا ما كنصحكمش تقراو بالفرنسيه ولكن عندنا ما نديرو. الوغ هذا خاص بالريفيرونس يعني كنهضروا على شي حاجه ريفيرونسيال. الوغ تو سامبلومون نقدروا اوسي نتعلموا اترافير لي بروجي لي كيكونوا، مثلا كتلقى في دي بروجي فول اب كيقول لك كرياسيون فول اب، تبع ايتاب باغ ايتاب، ميم با ما تفهمش غير كريي دوك لي بروجي وابري فاش انت تعلم كل حاجه فهم لو كونسيبت، فهم لو كونسيبت. ميم تقدر تكون عندك دي بروجي انت كرييتيهم جافا سكريبت فانيلا، حولهم تريتيهم تاع اون جافا سكريبت. ديجا انا هذا هو البدي ديالي اون جافا سكريبت، كنت كنكريي دي بروجي فانيلا ما كاش كنلوحهم بزاف، مي ابري كندير الترانسفير من هذوك الجافا سكريبت للرياكت جي اس، وكنتعلم بزاف ديال الحوايج، كنلقى صعوبات شي حوايج وكنتعلم منهم، وميم طون غادي يعني كنطور في لو نيفو ديالي حتى ولينا كنخدموا يعني برياكت جي اس بسهوله وبزاف ديال لي فريم ورك لي حتى هما كيساعدوا على لا كرياسيون ديال لي سيت ويب. دونك كيفاش يعني الطريقه الامثل لتعلم يوميا؟ شنو هي يوميا؟ نقول لك غادي تخصص واحد ثلاثه ديال الايام شاك جور، غادي دير 2 ساعة غادي تفهم فيها لو كونسيبت وتابليكي. اخترتنا شي بروجي باغ اكزومبل ان بروجي، نقدر نقول لك مثلا شي بروجي يعني خاص بلي ديبيوتون وابليكيه، مثلا بوغ هاد مثلا هاد لا سيمين ابليكي انت هذاك لو بروجي سالي في هاد لا سيمين، مثلا دير نتايا 2 جور باغ سيمين ميم طون، يعني غادي تكون كتقرا حوايج اخرين، مثلا السيمانه الاولى غادي تصوب داك لو بروجي وعطي مثلا لا كنتي تقدر تعطي اكثر من ساعتين اعطي اكثر من ساعتين، يعني النيفو ديالك الحد الادنى وبها الاقصى النيفو هذا اعطيه انت اكثر، اعطيه انت مثلا 2 ساعة 3 ساعة دونك على حساب انت واش تقدر تجيري مثلا شي ابليكاسيون وكتخدم. يعني خص يكون عند الواحد فينا واحد لا كاباسيتي انه يشد ان بروجي ويبقى
يعني مكونسونطري مع داك لو بروجي حتى يساليه وينوطي توجور لي نوت ويفهم. دونك هذه الطريقه اللي كننصح بها، ولا كانت عندكم شي باردون عندكم شي طرق اخرى باش انكم كتخدموا لي بروجي او بيان كتعلموا يعني لي فريم وورك او بيان لي تكنولوجي ويب ولا اي تكنولوجي خاصه بالانفورماتيك، ما تبخلوش علينا، خلوها لنا في الكومنت. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله هاد لا فيديو تكون يعني مفيده واستفدتوا معنا، خصوص بتعلم ديال رياكت جي اس لانه فريم وورك مفيد ومفيد جدا. ما هضرناش على كيفاش يعني ما هضرناش على واحد الحاجه شحال كيتخلصوا لي ديفلوبر رياكت جي اس، هذه ما عندها باش تفيدكم، اللي غادي يفيدكم هو الخدمه، لانه الا جينا نشوفوا شحال كيتخلص كل واحد راه بحال حنا كنخدموا من اجل المال، حنا كنخدموا من اجل حب المعرفه وحب هذا الدومين، والمال راه غادي يجي بوحدو ان شاء الله. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي ندوزو شنو هما لي بري روكي. دونك لي بري روكي، الوغ جو بونس لا لوميير طفات، جو سي با بوركوا. الوغ